السلام عليكم أعزائي المتابعين، معكم يا The Geek from the Middle East ومرحبا بكم فقنا Not for Geek Size Only. واليوم بنتجه إلى الفار إيست، إلى الشرق الأقصى وبالتحديد الصين. ولكن قبل أن ندخل في موضوع اليوم، حاب أشكر كل شخص تفاعل مع فيديو Genshin Impact، اللعبة اللي خلدت Legend of Zelda Breath of the Wild. وايد ناس علقت على الموضوع، تمت تتناقش في الموضوع على الفيديو في الكومنتس، ويمكن ما رديت على الكل، ولكن بختصر لكم ردي على كل التعليقات. للناس اللي وافقوا وقالوا إن اللعبة تقليد ممتاز، والناس اللي قالت ما نشوف فيه شبه حق زلدا، روحوا تشوفوا فيديوهات جيم بلاي حق لعبة Genshin Impact على يوتيوب وقارنوهم مع لعب زلدا Breath of the Wild، بتلاحظون ان في وايد تفاصيل دقيقة جدا مشابهة وكوبي بيست من زلدا. وللمتابعين اللي قالوا الموضوع عادي، حتى لو اللعبة كوبي هاي الموضوع عادي ومو مهم، ردي لكم اهو حركة انسخ واجبه، لكن غير شوي ما تنفع في المواضيع في عالم الألعاب أو الأفلام أو حتى الموسيقى، الموضوع ما ينفع. وما بأدخل في المسائل القانونية، فخلونا نبدأ بموضوع هاي الفيديو. خلونا نرجع حق معرض China Joy اللي كان في الصين من قبل كم شهر، واللي سوني أو بلاي ستيشن عرضوا واستعرضوا فيه لعبة Genshin Impact. قريت أكثر من مقال للموضوع ولناس كانوا موجودين في المعرض، وفي أحد المقالات في مقابلة قصيرة مع أحد الأشخاص اللي اعترضوا حق لعبة Genshin Impact في المعرض. ولما سألوا عن سبب احتجاجك للعبة، قال إن في ألعاب ثانية من تطوير طورين صينيين موجودة في المعرض، ولكن بلاي ستيشن مركز على هاي اللعبة اللي واضح إن هي النسخ حق لعبة زلدا، ويقول ان انا مو نينتندو فان بوي. لا 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 لا، انت تحب نينتندو وايد، ولكن سبب احتجاجي هو ان مو بالعالم يقولون شوفوا حتى في الفيديو جيم سوني كله كوبي، كله ينسخون وشغلهم بس نسخ وكوبي وبيست. ويذكر ان في العاب ثانية في المعرض حق البلاي ستيشن 4 من تطوير مطورين صينيين، وحتى سوني او بلاي ستيشن داعمين هاي المطورين علشان يطورون هاي الالعاب، ولكن بلاي ستيشن في هاي المعرض قررت ان تركز على لعبة Genshin Impact اللي ما دعمت او ساهمت في تطوير اللعبة كلش، وما سوت سالفة حق هاي الالعاب. يعني في المعرض كان في ألعاب من مطورين صينيين مدعومة من بلاي ستيشن، ولكن بلاي ستيشن في المعرض قررت أنها تركز على لعبة Genshin Impact، وبلاي ستيشن ما دعمت ولا ساهمت في تطوير لعبة Genshin Impact. وبعد ما قريت المقابلة رحت ودورت على هاي الألعاب اللي تكلم عنهم هاي الشخص في المقابلة، وطلع أن هاي الألعاب صج مدعومة من سوني أو بلاي ستيشن، وتحت مظلة أو مشروع China Hero Project، وهدف هاي المشروع دعم المطورين والألعاب الصينية حق البلاي ستيشن 4. وعلشان تحسون بشعور هاي الشخص اللي تكلم في المقابلة، تشوفوا البوث مال بلاي ستيشن المخصص حق لعبة Genshin Impact، وتشوفوا البوث مال بلاي ستيشن من نفس المعرض حق China Hero Project اللي عرضوا فيه 6 ألعاب، وهاي الألعاب مدعومة من بلاي ستيشن نفسهم عكس لعبة Genshin Impact. وطبعا هاي مو اول العاب من مشروع China Hero Project. في السابق اذا تذكرون شفنا تريلر حق لعبة شكلها وايد كان قريب حق العاب Final Fantasy باسم Lost Souls Aside، ولكن الحين بتكلم عن العاب China Hero Project اللي استعرضوهم في معرض China Joy 2019. فخلونا نبدي. اولا عندنا لعبة Con Valeria، لعبة Multiplayer Shooter وشكلها مقبول الصراحة. ثانيا عندنا فيست، لعبة 2.5D مترويدفينيا. ثالثا AI Limit، لعبة Action RPG، واكبر انتقاد للعبة ان فيها شبه من لعبة Near Automata. رابع لعبة النايتمير، لعبة مغامرات رعب، شكل اللعبة بسيط جدا. وهي نقطة مهمة ان بلاي ستيشن مو لازم يدعمون بس الالعاب الكبيرة والالعاب تريبل اي، ولكن بدعمهم لالعاب صغيرة نفس هاي او العاب بسيطة نفس هاي على المدى البعيد بيفيدهم وايد، وبيقدرون يبرزون العديد من المطورين المستقلين. خامسا إيفوستينكشن. اوكي خالطين كلمة إيفولوشن مع إكستينكشن، وهاي اللعبة بأسلوب هاكن سلاش
دقيقة مكتوب هاك اند ستيلث جيم. اوكي اسلوب اللعبة هاك اند ستيلث جيم، يعني مكس بين العاب الهاك اند سلاش والعاب الستيلث والالعاب التسلل. واخيرا خليت لكم لعبتي المفضلة من اللي شفتهم من هاي الستة العاب، وهي انو ميوتيتيوم. ميوتيتيوم؟ لا هاي ميوتيشينيوم. ميوتيشينيوم الاسم وايد غريب، او الكلمة هاي وايد غريبة. معنى كلمة ميوتنت وميوتيشن من كلماتي المفضلة، اول مرة اشوف هاي الكلمة بهاي الصيغة ميوتيشن. ام صارني فضول الحين بعرف شلون تلفظ هاي الكلمة. اعتقد واضح ليش عجبتني هاي اللعبة، ما يحتاج حتى اقول. ولكن مو بس اسلوب الجرافيكس عجبني، حتى اسلوب الجيم بلاي عجبني وايد من اللي شفناه في التريلر القصير. ما عندنا موعد اصدار حق هالالعاب، ولا حتى نعرف اذا بيصدرونهم خارج الصين، اذا بلاي ستيشن بتقرر ان تصدر هالالعاب خارج الصين. ولكن اعتقد اذا بلاي ستيشن هم داعمين هاي الالعاب، ففي احتمال كبير انهم بيصدرونهم حق العالم وما بيكونون حصريين للصين. تقدرون تحصلون كل التريلرز حق هالالعاب على يوتيوب، وبعرف اي لعبه عجبتكم اكثر من اللي عرضتها في هاي الفيديو. وهل توافقون ان بلاي ستيشن شوي ظلموا هاي الالعاب في معرض تشاينا جوي 2019 بتركيزهم على لعبة جينشن امباكت في المعرض، وكانوا مسوين لها سالفة اكبر من هاي الستة العاب اللي بلاي ستيشن بنفسها كانت دعم المطورين لهاي الالعاب الستة. في نفس المعرض نينتندو اعلنت عن شراكتها مع شركة تينسنت علشان يبيعون النينتندو سويتش في الصين بشكل رسمي. وعلى موضوع تينسنت كان في شوي ضجة على لعبتهم الجديدة اللي اعلنوا عنها في معرض جيمز كوم، اللي بعد كانت شراكة مع شركة انفيديا. اللعبة هي سينكت اوف بلانت. اللعبة في الاسابيع الماضية سببت ضجة كبيرة بسبب الجرافيكس في اللعبة، وتعرفوني انا ما افتكر في الجرافيكس الواقعية وما يهمني هالموضوع، ولكن هالمرة بتكلم عن الجرافيكس لان من ناحية تكنولوجية هاي شيء عجيب الجرافيكس اللي في هاللعبة. وانصحكم تروحون تشوفون التريلر والفيديوهات حق اللعبة. نسوي الحين اني حق موضوعنا او سؤالنا، متى بلاي ستيشن بتدعم المطورين العرب؟ يعني نفس ما نشوف عقب ما تشاينا الغت قانون منع الالعاب في الصين، حق اللي ما يعرفه ما يتذكر من سنة 2000 الى 2015 كان في قانون في الصين يمنع بيع واستيراد الفيديو جيم كونسولز والفيديو جيمز من خارج الصين. يعني في هال 15 سنة البي سي جيمينج سين كان مسيطر في الصين، واذا كنت تبي تلعب فيديو جيمز خيارك الوحيد كان البي سي، او في السنوات الاخيرة الموبايل، لأن كان في قانون يمنع استيراد وبيع البلاي ستيشن النينتندو الاكس بوكس وغيره. ونفس ما نشوف الحين عقب ما الصين ألغت هاي القانون، كل هاي الشركات قاعدين يدشون سوق الفيديو جيمز في الصين، ونفس ما تكلمنا عنه في الفيديو قاعدين يدعمون المطورين المستقلين أو الشركات التطوير الصينية علشان يطورون ألعاب على منصاتهم. فمتى بنشوف نفس هاي المبادرات من شركات الألعاب في الوطن العربي ومع المطورين العرب؟ يعني انا بالنسبه لي لو تدعم مطور عربي ايا كان صغير او كبير علشان يطور لعبه عربيه حق اللاعب العربي، احسن من ما تعرب لي لعبه اجنبيه. يعني افضل انك تدعم مطور عربي علشان يلعب لعبه عربيه بمحتوى عربي على انك تعرب الالعاب. في السنوات الاخيره قاعدين نشوف مطورين عرب قاعدين يصنعون العاب عربيه او العاب بشكل عام، حتى لو هالالعاب كانت العاب صغيره العاب بسيطه، ولكن في ناس قاعده تشتغل وتبدع. فتخيلوا هاي الشركات نفس بلاي ستيشن لو تدعمهم شنو يقدرون يسوون مع ابداعاتهم، حتى لو الدعم بسيط جدا. يعني حرام لعبة بوخاشن موجودة على ستور بلاي ستيشن، وفي مطورين مبدعين العابهم ما حدا مسوي لها سالفة، وانا واحد ما يبي يضربون المثل مع لعبة بوخاشن. لما احد يسألني في لعبة من مطور عربي على البلاي ستيشن، ما بالاجابة الوحيدة تكون ابو خشم. اعطوني اسامي العاب من مطورين عرب كتبوا لي في الكومنتس، حتى لو اللعبة تحت التطوير ولكن في لها فيديو على يوتيوب كتبوا لي في كومنتس، بتشوف الفيديو او اللعبة وبسوي فيديو اتكلم فيه عن كل هاي الالعاب اللي ذكرتوها لي. انا بعطيكم اسم لعبة موجودة على ستيم حاليا وتقدرون تلعبونها من مطور عربي، اسمها ستيكس اند بونز. وتكفون لحد يكتب لي اسامي العاب على الموبايل، انا قاعد اتكلم عن كونسول وبي سي ماستر ريس بس. مشكور على المتابعة شباب، إذا عجبك الفيديو وموضوع هاي الفيديو عطنا لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك. وهل أنا مينون ولا هل حان الوقت أن سوني بلاي ستيشن تدعم المطورين العرب ونشوف ألعاب من تطويرهم على البلاي ستيشن؟